زيكم. مين فيكم جه حكايه صحه؟ عندنا السنه دي احنا عملنا حكايه صحه، حكايه صحه، حكايه الصحه بتاعتنا، حكايه ازاي نعيش بصحه كويسه، حكايه ازاي ناكل اكل كويس، ازاي نتفرج على حاجات مفيده في التلفزيون ونلعب فيديو جيمز مفيده، ازاي نقرا ونتعلم حاجات جديده، ازاي نتفسح بطريقه صحيحه، ازاي نلعب رياضه علشان نحافظ على صحتنا. كل دي حكايه صحه. لو ما جيتوش السنه دي حكايه صحه، تعالوا السنه الجايه، هتشوفوا حاجات كتير، هتنبسطوا، هتلعبوا، هتتفرجوا على المستشفى بحقيقي ازاي الدكتور بيشتغل، وهتلاقوا ان شغلانه الدكتور ما بتخوفش وان المستشفى ما بتخوفش. هيبقى فيه اغاني، هيبقى فيه العاب، فمستنيكم، كلنا مستنيينكم السنه الجايه في حكايه صح. هتيجوا؟